السلام عليكم. لا يمكن لفلسطين أن تكون وحيدة طالما بقيت في أمتنا روح الأخوة، ولن يستفرد الصهاينة بالفلسطينيين، لأن الشعوب التي يحاولون تغييبها تعرف واجبها، وعينها على القدس التي سرقها أعداؤنا على حين ضعف وغفلة من الأمة. تتطلع فلسطين إلى ما هو أكثر من الخطب وأقوى من التصريحات الإعلامية وأعلى مكانة من المساعدات الإنسانية على أهميتها وحاجة الفلسطينيين إليها. إنها الحاجة إلى الموقف الصادق والسند الذي يحمي الضعفاء ويناصر المظلومين ويعبر بإخلاص عن روح العطاء التي لا تنطفئ في صدر أمة الإسلام. لا تقول دم أقصانا جمد، لا تقول ذهنه من شدة الهول شرد، لا تقول نهرنا الجاري ركد، ساخن العزم برد، لا تقول إن جيش الكفر في الأرض احتشد، وعلى الحوض ورد، وعلى أحلامنا في ساحة الأقصى قعد، لا تقول نفث الساحر سحرا في العقد، هبت الريح بما لا يشتهي البحار، واشتد مع الموج الزبد، زمجر الباغي ولم يأتي المدد. أنا لا أنكر أن الوهم في عالمنا المسكون بالوهم انتشر، غير أني لم أزل أحلف بالله الأحد أن نصر الله آت، وعدو الله لن يبقى بل لن يلقى من الله سند، لن ينال المعتدي ما يبتغي في القدس ما دام لنا فيها ولد. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في المحور الأول أو الفقرة الحوارية في هذه الحلقة. نناقش موضوعا مهما يتعلق بالعلاقة التركية الفلسطينية، وهي طبعا بين الواقع الحالي وبين الآمال التي تطلع إليها الفلسطينيون، ولا سيما أنهم يواجهون وحيدين وغير موحدين للأسف صفقة القرن، وهي صفقة خطيرة خلال هذه الفترة. فما حقيقة وجوهر الموقف التركي تجاه فلسطين وتجاه الشعب الفلسطيني وقضاياه، وكيف تؤثر علاقة الأتراك بدولة الاحتلال إسرائيل على العلاقة مع الفلسطينيين، وكيف يتعامل الأتراك أيضا أو الدولة التركية كيف تتعامل مع الانقسام الفلسطيني، وكيف لها أن تتعامل خلال الحقبة القادمة بعد نجاح أردوغان مرة جديدة في الانتخابات الأخيرة، وما هو شكل هذه العلاقات. هذا ما نناقشه مع ضيوفنا في الأستوديو. معي الأستاذ طه عودة أوغلو، وهو الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن التركي. أهلا وسهلا فيك سيد طه.
وسينضم إلينا لاحقا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عمر عياصرة الكاتب والمحلل السياسي. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. التركي عن المشهد الفلسطيني منذ الحصار الظالم على قطاع غزة وحتى اللحظة. فزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو برفقة 9 من وزراء الخارجية العرب إلى قطاع غزة إبان العدوان الصهيوني على القطاع وسفينة مرمرة بدماء شهدائها الأتراك خير دليل على الوقوف الحقيقي إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم. بصعود حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال العقدين الفائتين إلى سدة الحكم كان هناك تحول استراتيجي في المواقف الداخلية في الدولة التركية تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني ومطالب مطالب الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء الدولة. هذا الأمر توضح من خلال المواقف التي تجسدت سياسيا واقتصاديا. الشعب الفلسطيني تابع الانتخابات التركية عن كثب متلمسا خيوط البشريات للشعب التركي ورئاسته بالفوز، عرفانا بالواجب واستكمالا لمشوار المساندة الذي أطلقه الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان وما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني من خير تسعى إليه دولة تركيا. نحن نتطلع أن يكون الدور التركي أكثر إسنادا للقضية الفلسطينية. حقيقة أردوغان وتركيا بشكل عام لها مواقف مشرفة على صعيد القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهذا الإسناد التركي ربما يفوق بعض الدول العربية للأسف الشديد في إسناد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لكن نحن نتطلع أيضا لدور أكثر إسنادا للقضية الفلسطينية سواء على صعيد مساعدة وإسناد غزة والسعي من خلال المحافل الدولية لرفع الحصار عنها، وأيضا على صعيد السعي لدعم وإسناد أهلنا في مدينة القدس. تكاد لا تخلو خطبة أو كلمة من كلمات الرئيس أردوغان عن الحديث عن غزة وعن الحصار الظالم عليها، كما من خلال كلماته الإصرار على مساعدة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال دون مقارنة بدول عربية وإسلامية أخرى غابت تماما عن المشهد الفلسطيني. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيك أستاذ طه مرة أخرى معنا في هذه الحلقة. في الحقيقة لابد من إطلالة تاريخية حتى نتعرف على طبيعة المواقف التركية أو جوهر الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية. لم يكن في الحقيقة هم موقفا واحدا طيلة هذه العقود الماضية، ولعله تطور بوصول العدالة والتنمية قبل عدة سنوات، لكن هل نستطيع أن نستعرض على وجه السرعة طبيعة الموقف التركي من القضية الفلسطينية والعلاقة بإسرائيل خاصة الاعتراف المبكر بها وهكذا يعني؟ نعم، يعني في البداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. من دون شك يعني تركيا هي تعتبر من أول الدول اللي اعترفت بالكيان الإسرائيلي بعد ظهور هذا الكيان، خاصة في عام 1949، ومن ثم كان هناك تطورات على صعيد العلاقات التركية مع دولة الاحتلال. ولكن القضية الفلسطينية كانت هي طيلة الفترة الماضية وخاصة منذ ثمانينات القرن الماضي يعني شهدت هناك تعاطف من قبل الحكومات إن كانت يسارية علمانية، تعاطف مع القضية الفلسطينية، حتى أن هناك بعض الشخصيات الإعلامية هي كانت تشارك في مخيمات اللاجئين في لبنان وكانت لهم يعني مشاركات كبيرة. ولكن في عام 1990 ومنذ أن وصل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، والجميع يتذكر يعني هناك بأن هناك علاقات تركية إسرائيلية أو تحالف استراتيجي ما بين تركيا والكيان الإسرائيلي، كانت هناك خطوات يعني في يعني تعزيز العلاقات ما بين يعني تركيا والكيان. يعني قبل وصول حزب العدالة والتنمية تركيا دخلت إلى القضية الفلسطينية عبر البوابة الإسرائيلية، ولكن بعد وصول حزب العدالة والتنمية في عام 2002 هي دخلت القضية الفلسطينية عبر البوابة الفلسطينية، عبر قطاع غزة، عبر القدس. هذه هي أعتقد هي أهم النقاط. يعني خلال وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 حتى إلى 2010 نقول يعني في هذه الفترة، كانت العلاقات ما بين تركيا والكيان الإسرائيلي كانت علاقات نوعا ما جيدة، ولاحظنا بعض
التوتر في تلك العلاقات. نتذكر جميعا الموقف الكبير من قبل رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان عقب اغتيال الشيخ أحمد ياسين في عام 2004، عندما وصف حكومة أولمرت في تلك الفترة بأنها إرهاب دولة. ومن ثم كان هناك الموقف التركي هو تدرج بقربه إلى القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين، خاصة بعد حرب غزة في عام 2008 كان الصوت الوحيد هو الصوت التركي. ولاحظنا جميعا أن رئيس الوزراء كان في كافة المحافل الدولية يدافع عن القضية الفلسطينية. وبعد حادث دافوس في عام 2009 هناك بدأت العلاقات، ومن ثم حادثة ماضي مرمرة. نستطيع أن نقول بأن العلاقات ما بين تركيا والكيان بدأت بالتوتر بشكل كبير. هذا التوتر هو خدمة بشكل أقرب القضية الفلسطينية. لاحظنا أن هناك تقاربا ما بين حكومة أنقرة وما بين الحكومة الفلسطينية. نعم. طيلة الفترة الماضية كانت دائما، نعم، كانت هي دخلت سياسيا، دخلت إنسانيا، دخلت عن طريق المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة بعد قطاع غزة كما ذكرت لك. نعم. قبل قليل كان هناك حرب في قطاع غزة، حرب الجميع، كانت هناك جرائم ترتكب من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين. من الطبيعي أن تقف تركيا والحكومة التركية التي كانت تتحرك متناغمة مع القاعدة الشعبية، أقصد مع الشعب التركي. نعم. لاحظنا في حرب 2008 كان هناك الملايين من الشعب التركي، ليس في إسطنبول، في كافة المدن التركية، يعني حتى في إزمير خرجت مظاهرات، معقل العلمانيين هنا في تركيا خرجت مظاهرات هي منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. من عام 2010 إلى عام 2016 كان هي قمة التوتر في العلاقات ما بين تركيا والكيان. نعم. ولكن بعد 2016 إلى حتى هذه اللحظة هناك كانت نوعا ما بعض الاتفاقيات أو نقول التقارب نوعا ما. نعم. ما بين تركيا والكيان. أشكرك أستاذ طه على هذه الإطلالة في الحقيقة السريعة والمختصرة. اسمح لي أرحب بالأستاذ عمر عياصر الكاتب والمحلل السياسي معي من عمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. مساءك سعيد يا مرحبا. مساء الخيرات أستاذ عمر. يعني حاولنا من خلال إطلالة سريعة على طبيعة العلاقات التركية الفلسطينية أو الإسرائيلية أولا، لأنه في هناك مؤثر مهم في المعادلة، في معادلة العلاقات التركية الفلسطينية وهو الاحتلال الإسرائيلي، فكلما اقتربت تركيا من إسرائيل ابتعدت عنا، والعكس هو الصحيح. برأيك أستاذ عمر، يعني حتى ننتهي من هذه النقطة حول طبيعة هذه العلاقات أو تقييمكم للعلاقات التركية الفلسطينية قبل أن ندخل فيما هو مطلوب فعلا من تركيا تجاه فلسطين وما ينتظره الفلسطينيون عمليا على أرض الواقع من هذا الموقف التركي؟ يعني إذا أردنا أن نقيم العلاقة التركية الفلسطينية باعتقادي أن الأتراك كما أشار ضيفك اقتربوا بشكل جيد من الفلسطينيين أكثر من اقترابهم مع الإسرائيليين. أنا دائما أقول أن حكومة أردوغان حزب العدالة والتنمية منذ أن جاءوا إلى الحكم عندهم قناعة أنهم لا بد أن يحاولوا يخففوا من تلك أو من تلك الأوزان الاستراتيجية للعلاقة مع إسرائيل، هم يعرفون إسرائيل على أنها عبء في علاقاتهم، وباعتقادي أنهم استفادوا من القضية الفلسطينية في هذا الجانب. موقف أردوغان وموقف حكومة العدالة والتنمية استفادت كثيرا من جرائم الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين في يعني إنشاء حالة طلاق نسبي مع الإسرائيلي، وبالتالي يعني الذهاب نحو الأمريكان ونحو الغرب بعيدا عن قصة معادلة تضبط علاقتك مع إسرائيل، ودليل اتفاقية منبج الأخيرة. أنا باعتقادي أن الأتراك يعني ثقافة الحكومة الجديدة وثقافة حزب العدالة والتنمية وأدبياته تساعد الفلسطينيين كثيرا، وتساعدهم في أنهم يتعاملون مع دولة إقليمية ثقيلة وازنة ذات يعني قيمة كبيرة لها علاقات استراتيجية سابقة مع الإسرائيلي، واليوم ينحازوا إلى الفلسطيني، فهذا كله جيد. وأنا باعتقادي أيضا أن الفلسطيني يمكن أن يستفيد وأن يستثمروا من في هذه العلاقة بشكل أو بآخر. اليوم أردوغان يشكل حاضنة لمحمود عباس وللملك عبد الله في إطار الموضوع الفلسطيني، وأنا دائما بحكي تخيل معي الملك عبد الله الملك الأردن حينما كانت أيام الانقلاب، ربما كان يشجع الانقلاب والخلاص من حكم العدالة والتنمية ومن أردوغان على اعتبار أنه كان يختلف معه في كثير من الملفات من بينها الإسلام السياسي.
لكن انا باعتقادي انه امس الاول كان الملك عبد الله يشجع فوز اردوغان، لان اردوغان في موقفه في قضيه نقل السفاره، قضيه صفقه القرن، هذه التفصيلات اقترب من الهم الموجود في فلسطين والاردن، الهم الفلسطيني، فهو مشتبك معه بشكل جيد. لكن السؤال، هل نبالغ باعطاء تركيا هذا الدور؟ هل نعتقد ان اردوغان فارس ابيض، فارس على حصان ابيض، وهو صلاح الدين سياتي ليحرر فلسطين؟ هل يمكن بعيدا عن العاطفه ان نعيد تقييم اردوغان؟ ما هو حزب العداله والتنميه؟ هو حزب براجماتي في النهايه، يتقدم يتاخر. هل يمكن لنا ان نقيم كفلسطينيين وك يعني راغبين بوجود اردوغان في الحكم، على اعتبار انه يخدم القضيه الفلسطينيه، ان العداله والتنميه ايضا يعني يفكرون بمصالح تركيا اكثر، انهم اقل نفس في التعامل مع حلفائهم، وذلك شهدناه في سوريا وفي كثير من الملفات. لكن في النهايه تركيا دوله وازنه، دولة ثقيلة، دولة قوية، دولة لها يعني وزن في المنطقة، وحينما تنحاز الفلسطيني على حساب الإسرائيلي، اعتقادي أن هذا مفيد ومفيد جدا، وشطارتنا كعرب وكفلسطينيين أن نأخذ مساحات أكبر من الأسرار. دعنا أتوقف هنا في الحقيقة، يعني أشكرك على الجملة الأخيرة وهو ما كنت سأسأل فيه. أستاذ طه، يعني الأستاذ عمر تحدث عن مهارتنا نحن في محاولة الاستفادة من هذه العلاقة وتطويرها، وخاصة عندما تحدث هناك نوع من التوتر بين العلاقات التركية الإسرائيلية، حينها من المفترض أن يستفيد الفلسطينيون بموقف موحد والعرب من هذه العلاقة، لا سيما أن العرب الآن والفلسطينيين يواجهون صفقة القرن. كيف أو ما هو الوجه المطلوب، يعني كونهم مطلعين على المشهد التركي عن قرب، كيف يفكر الأتراك تجاه هذا الموضوع؟ وهل يعتقدون أن الحكومة التركية والرئاسة التركية تعطي فلسطين فعلا ما تحتاجه، كون أنه ما يحصل فقط هي مساعدة إنسانية، مواقف إعلامية، وبعضها مواقف سياسية طبعا في الأمم المتحدة وغيرها؟ هل هذا كل ما تستطيع الدولة التركية أن تقدمه الآن؟ يعني أستطيع أن أقول، يعني خاصة قبل قليل ذكرت أن الحكومة التركية والقيادة التركية هي تحركت بناء أو متناغمة مع القاعدة الشعبية. يجب أن لا ننسى وأتفق مع ضيفك من الأردن بأن القضية الفلسطينية هي قضية رابحة للأتراك وللقيادة التركية، استفادت جدا الأتراك، يعني حاولوا الدخول والتوغل بشكل واسع في القضية الفلسطينية وخاصة في غزة، ولكن كانت هناك عقبة وهي العقبة المصرية. كما تعلمون الملف المصري هو مرتبط بغزة، مرتبطة بمصر تماما. ولكن فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة الكيان، كل هذه الأمور تركيا حاولت قدر المستطاع، ولكن تركيا ليست لديها القوة التي تستطيع أن تمنع وأن يعني تقف سدا منيعا يعني أمام القرارات الدولية وخاصة القرارات الأمريكية. ولكن السؤال المطروح، نحن أو يعني كفلسطينيين، ما هو الدور المنتظر من تركيا في المرحلة المقبلة؟ تعلمون تركيا يعني انتهت قبل أيام قليلة من انتخابات رئاسية برلمانية. تركيا حاليا تحولت إلى نظام رئاسي وليس نظام سابق، نظام برلماني. حاليا القيادة هي في شخص واحد أو في قطب موحد، سوف تكون هناك قرارات فورية وخاصة في الملفات الإقليمية. بتصوري يعني القضية الفلسطينية سوف تكون هي أحد الملفات الهامة في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك عملية أو ما يسمى بصفقة القرن حاليا. أيضا تركيا خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من انشغال وانخراط أنقرة في ملفات يعني معقدة كالملف السوري على سبيل المثال، ملف العراقي، وأيضا الملف الداخلي كملف يعني العمليات الإرهابية في شمال العراق وملف الانتخابات، لكنها كانت هي الأبرز والأقوى في الملف الدفاع عن القدس وعن مدينة القدس، خاصة بعد القرارات الأخيرة. السؤال كما ذكرت لك، ماذا ننتظر نحن من تركيا؟ أعتقد هناك تعتمد على الفلسطينيين، تعتمد على القيادة الفلسطينية إن كانت في رام الله أو حتى في غزة، قيادة حركة حماس. هل يعني يجب أن نعي هذه النقطة وهذه الجزئية؟ يعني تركيا عندما تقدم مساعدة للفلسطينيين إن كانت في غزة أو في رام الله، تركيا هي مستفيدة وليس يعني الفلسطينيين. هذه نقطة مهمة جدا. أعتقد في الفترة المقبلة سوف تكون هناك آليات، سوف تكون هناك تعاون في هذا المجال، خاصة يعني حاليا هناك
تجرى أشياء خلف الكواليس حول ما يتعلق بالقدس وبالقضية الفلسطينية. من دون شك تركيا سوف تكون هي خارج هذه اللعبة، وهذا يعتمد على أصحاب القضية، أقصد هنا الفلسطينيين. نعم. في الداخل وهو يكون لهم دور في تعطيل هذه الصفقة وفي الوقوف أمام يعني كل المؤامرات التي تحاك ضدهم. تمام. أستاذ عمر، يعني قبل أن نذهب إلى موضوع الصفقة بالتفصيل، برأيك وأنا أتحول بالسؤال الذي تفضل به الأستاذ طه إليكم، ما المطلوب من تركيا؟ ما الذي يطلبه الفلسطينيون سواء رسميا أو شعبيا من تركيا حتى لا نثقل على هذه الدولة؟ يعني هناك كما تعرف انقسام فلسطيني، ربما ما يتطلبه السيد محمود عباس والسلطة الفلسطينية من مواقف يختلف عن ما تتطلب حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. شعبيا هناك مطالب كثيرة إنسانية في معظمها، هل ثمت أشياء يمكن لتركيا أن تقوم بها بالفعل حتى تكون يعني نكون مهنيين في الحديث؟ نعم طبعا هناك يعني أشياء يمكن أن تقدمها الدولة التركية، لكن علينا أن لا نبالغ في ذلك، يعني علينا أن نضبط القاعدات. أولا، المقاومة فلسطين تساوي الإسلام السياسي، وتركيا متنفس للإسلام السياسي، وأنا باعتقادي أن تركيا إذا استمرت في دعم الإسلام السياسي ودعم حركة حماس وجعلتها متنفس لها، هذا يفيد القضية الفلسطينية. اثنين، تركيا لها دور كبير في غزة، وباعتقادي إذا استمرت اللعب فيه فهذا شيء جيد. لاحظ معي أيضا أن هناك دور سياسي لتركيا، لاحظ معي أن أول المهنئين لأردوغان كان محمود عباس، بمعنى حتى أن السلطة، المفاوضون، كل هؤلاء الذين كانوا يتحسسون من الدور التركي في غزة اليوم يرون فيه يعني موقفا إيجابيا يمكن الاستثمار فيه. لكن حجم الاستثمار، تركيا لن تشتبك عسكريا، تركيا لن تكون مصر، لن تكون السعودية، لن تكون الأردن، يعني وجودها وحجمها وطبيعة اشتباكها بالملف الفلسطيني لن يكون بهذا الحجم. أيضا دعني يعني أنبه لقضية واحدة من أهم فوائد الدور التركي، مدام الأتراك بدأوا يتحدثوا عن القضية الفلسطينية بجانب قيمي وتحت عناوين إسلامية وتحت عناوين أن القدس إسلامية وأن القدس عاصمة للفلسطينيين، فإنهم كأنهم يظهرون الدور العثماني وبالتالي يفرملون اندفاع السعودية واندفاع بعض الدول تجاه تقديم رافعة لصفقة القرن، يعني ربما يحرجون بعض العواصم العربية التي تؤيد ترامب والتي تقول له يعني سنضغط على الفلسطينيين سنضغط على الأردنيين. كل هذه المواقف تستطيع أن تلعب تركيا، ناهيك عن المواقف الوجدانية والمواقف الأخلاقية والمواقف المتعلقة بأحيانا الدعم المالي، لكن إذا أردنا أن نوزن الدور التركي علينا أن نضعه في حدوده الحقيقية. أنا باعتقادي أن موقف الأتراك أيضا من الإيرانيين، الاشتباك الإيجابي بين الإيرانيين والأتراك يفيد في استنزاف إسرائيل، وبالتالي يعني هذا يفيد، لكن لا نتخيل أن أردوغان مرة أخرى هو صلاح الدين وأنه سيأتي بجحافل جنوده إلى، لا، لم يستطع أن يقدم أن يفعل ذلك في سوريا، تردد، تقدم وتراجع، تقدم وتراجع، لا يملك ذلك النفس الذي يمتلكه الإيرانيون الذين قاتلوا مع بشار حتى آخر لحظة. لكن هناك فوائد يستطيع الفلسطينيون استثمارها في هذه القضية. دعني أذكرك أن الملك عبد الله حينما ذهب إلى الأتراك واشتبك مع أردوغان وبدأوا يتحدثوا، جعل السعودية مرة أخرى تتعامل مع الأردن بطريقة أفضل. لذلك هو قد يحرج بعض الدول التي تقدم تنازلات، بعض الدول التي تدعم مفهوم التطبيع على حساب تصفية القضية الفلسطينية، هذه قد يحرجها أردوغان، ناهيك على أن الفلسطيني السياسي يمكن أن يستثمر في هذه المواقف السياسية سواء أمام المجتمع الدولي أو في المواقف السياسية المتعلقة بالمنظومة الإسلامية. ناهيك مرة أخرى أؤكد على أن أردوغان حزبه تركيا الآن متنفس الإسلام السياسي، يعني متنفس حماس ومتنفس المقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر. نعم، كما قلنا في البداية أستاذ طه، تحسن علاقة مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية يتطلب في المقابل أن تسوء العلاقة مع إسرائيل، أو بالأحرى كثير من الناس حتى الأتراك يقولون يعني كيف لدولة مثل تركيا أن تقف مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة وفي نفس الوقت لديها علاقات مع إسرائيل ولديها اتفاقيات استراتيجية ولديها تطبيع، وإن كان طبعا في السنوات الأخيرة هناك توتر في العلاقة، لكن في الأصل هناك علاقات قوية متجذرة، كيف يستوي هذا في الحقيقة في عالم السياسة؟
يعني قبل قليل في مستهل الحديث تكلمت تحدثت عنه في عندما جاءت أول حكومة إسلامية في عام 1996 كان هناك توقيع تحالف استراتيجي في شباط 1996 ما بين الحكومة التركية وبين تركيا وبين الكيان بين إسرائيل في تلك الفترة، وتم اتهام رئيس الوزراء آنذاك أربكان بأنه هو وراء هذا التحالف أو هذه العلاقات، ولكن هذه العلاقات هي كانت موقعة منذ فترة منذ سنة. أما فيما يتعلق بالتطور في العلاقات التركية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة وخاصة إن كان على الصعيد التجاري على الصعيد الاقتصادي، كل هذه الأمور هي فقط هي ليست في عهد حزب العدالة والتنمية، هي منذ سنوات طويلة. ولكن فيما يتعلق بالدور التركي أعتقد أن وجهة نظري يعني علاقات وخاصة قبل قليل ذكرت مع من عام 2016 إلى حتى هذه اللحظة بعد أن عادت نوعا ما العلاقات مع تركيا الإسرائيلية، أستطيع أنا أقول بأن تركيا تستطيع يعني أن تمنع إسرائيل بزيادة ممارسات التعسفية ضد الفلسطينيين. أعتقد أن وجود تركيا بعلاقاتها ويكون هذه العلاقات مع الكيان الإسرائيلي هي تخدم الفلسطينيين بدرجة أكبر. وأيضا يعني تركيا خاصة إن كانت في قطاع غزة إن كانت في يعني القدس في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، أعتقد أن كل هذه الأمور هي لها إيجابيات في هذا المضمار. نعم أستاذ عمر، كنا تحدثنا عن المطلوب وأنت تحدثت عن كيف تساهم العلاقات العربية مع تركيا في خدمة القضية الفلسطينية، وهذا حديث ليس منفصل في الحقيقة عن خدمة القضية الفلسطينية بشكل مباشر من خلال علاقة قوية مع السلطة الفلسطينية ومع حركة حماس وغيرها من الأطر الشعبية. وهنا نتساءل، هل تعتقد أن الموقف التركي سيكون أكثر قوة وصلابة في التعامل مع ما يسمى بصفقة القرن، وخاصة الآن بعد نجاح أردوغان في الانتخابات وتحول النظام إلى نظام رئاسي؟ يعني ربما، يعني لاحظ معي أن أردوغان الآن خلص من عبء احتياليات الداخل، وبالتالي الآن حسم الانتخابات، وباعتقادي أنه ارتاح من يعني ملفات كثير كانت تؤرقه تتعلق بالداخل وتتعلق باشتباك بعض دول الإقليم مع إفساد يعني وجوده وبقائه في الحكم. يعني لو بقيت الأمور إلى بعد سنة ونصف الانتخابات ربما أردوغان لم يبقى في الحكم، لذلك هو مرتاح أكثر. أيضا اتفاقه مع الأمريكان وهدوء العلاقة مع الأمريكان على الحدود السورية يريحه أكثر، ولذلك أنا بتوقع أن الرجل على أقل تقدير سيحافظ على اشتباكه الإيجابي مع قصة صفقة القرن، سيظل يتحدث بأدبيات الواضحة أنه يرفض نقل السفارة، يرفض أن تكون القدس عاصمة فقط لإسرائيل، يريد من القدس أن تكون عاصمة لفلسطين، يصر على حل الدولتين ودولة فلسطينية. هذه الأدبيات باعتقادي أنها ستستمر، لكن كم هل ستزداد؟ يعني هذا يعتمد على الظرف الإقليمي ببرمجرة قابلة لأنها تتطور، على اعتبار أن أردوغان الآن أصبح أقوى. ناهيك على أن واحدة من أسباب نجاحه الحركة الجماهيرية هذه التي يعني ذهبت إلى الصناديق واختارت أردوغان تؤمن بأنه لا بد من خدمة القضية الفلسطينية بشكل أكبر، ولذلك أنا توقعي الشخصي أن أردوغان أصبح أقوى، لذلك يمكن أن يقدم موقف أقوى فيما يتعلق بقصة صفقة القرن. لكن علينا مرة أخرى أن لا نبالغ، لكن إذا حافظ على موقفه جيد، إذا حافظ على موقفه هذا هي مسألة جيدة. إذا تجنبنا أردوغان بضغطه أن يكون بالضغط على بعض الأطراف الفلسطينية، هذا ما أخشاه. اليوم مثلا نرى بعض الدول زي قطر ربما تضغط على حماس في بعض الملفات، لماذا يزورها كوشنير على خلاف كل الدول؟ لذلك أحيانا تحرر أردوغان من كل هذه الضغوط يساعد ويساهم في خدمة القضية الفلسطينية أكثر، وعلى أقل تقدير مرة أخرى يبقى على ود مع محمود عباس ومع حماس ومع الملك عبد الله في إطار تحالف ضمني لرفض صفقة القرن. أشكرك أستاذ عمر عياصرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر الخط الهاتفي من عمان. أستاذ طه، كنت قد تحدثت عن قضية وجود عائق بين قوسين مصري في بعض الملفات على صعيد التحرك التركي تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما موضوع الانقسام وحتى موضوع صفقة أسرى أو ما شابه ذلك. هناك كثير من القضايا التي تحاول تركيا أن تساهم فيها بشكل قوي، ولكن بوجود الدور المصري الذي لا تستطيع تخطيه تتوقف هناك. هل تعتقد أن هذا سيستمر في المرحلة المقبلة؟
يعني من دون شك يعني تركيا حاولت كما ذكرت لك في بداية الحديث حاولت أن تكون أن تلعب دور كبير وخاصة في القضية الفلسطينية وفي قطاع غزة. قطاع غزة بالذات هذا الملف هو منذ سنوات طويلة هو بيد مصر والقيادة المصرية. تركيا وخاصة يعني بعد يعني تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات بعد وصول السيسي إلى الحكومة هناك التوتر في العلاقات بين الطرفين، أعتقد كان هناك أستطيع أن أقول سباق بين الطرفين والمصريين لم يسمحوا لأنقرة وللأتراك بأن يحصلوا على أي ورقة داخل فلسطين، خاصة اقتصر على الأمور الإغاثية المساعدات الإنسانية. أما فيما يتعلق بالمباحثات ما بين مصر وحماس هي كانت بيد المصريين، وحتى أنا وجهة نظري حتى الفلسطينيين حركة حماس هي لم يعني كانت هناك تحركات وكانت هناك لقاءات ما بين مسؤولين حركة حماس إلى هنا إلى أنقرة واجتمعوا مع الأتراك، ولكن دائما اللقاء ودائما الخلاصة هي كانت تنتهي في مصر. نعم هذا صحيح. طيب ماذا عن موقف تركيا من الانقسام الفلسطيني؟ يعني تركيا حاليا عندما نتحدث عن الدعم التركي للفلسطينيين هي تدعم القضية الفلسطينية، تدعم إن كانت في رام الله وإن كانت في غزة، هي تعتبر أن التواصل معها هي مع السلطة الفلسطينية. ولكن كما ذكرت لك تركيا هي عندما تتحرك وهذه الحكومة تتحرك حقيقة، يعني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، يعني في الانتخابات الأخيرة الحملات الانتخابية كانت القدس هي كانت حاضرة بقوة في الحملات الانتخابية حتى بين الرئيس أردوغان ومنافسيه. يعني هذا ما أريد أن أقصده وأشير إليه أن الشعب التركي هو يعني هذه هي تعتبر من القضايا الهامة. يعني هناك قضية كقضية الاقتصاد، كقضية الإرهاب، كقضية قضايا مثلا اللاجئين السوريين هنا، القضية الفلسطينية تعتبر قضية مهمة للشعب التركي. أعتقد يعني أن يعني تركيا في المرحلة المقبلة هي سوف تتحرك قياديا وخاصة فيما يتعلق بدعمها للفلسطينيين إن كان على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي، وستكون هناك الكفة متوازنة في كلا الطرفين كانت في رام الله أو في حتى في غزة. بالمناسبة كيف حضرت القضية الفلسطينية والقدس تحديدا في الدائرة الانتخابية؟ هذا ما قصدته قبل قليل، يعني حاليا يعني الرئيس رجب طيب أردوغان هي جاءت بعد فترة قليلة كما تعلمون من حادثة نقل السفارة، وكانت هي في الحملات الانتخابية وفي الخطابات التي كان يلقيها الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى حزب المعارضة كمان كشلوغلو ومحرم إنجا تحدثوا عن قضية فلسطين. يعني أعود وأكرر أن القضية الفلسطينية ليست محصورة فقط على حزب العدالة أو الإسلاميين أو المحافظين، هي قضية للجميع الأتراك، هي قضية مقبولة من كافة الأتراك. هل قالوا مثلا قال المرشحون أننا سنقدم لفلسطين كذا، سنفعل من أجل فلسطين كذا، سنساعد القدس في كذا؟ دون الشك هذه هي القضية التي كانت موجودة، وخاصة في التأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، وهذا ما لاحظناه في الحملات الانتخابية العلامة الفلسطينية وصور القدس والأقصى. تحديدا في موضوع الموقف من صفقة القرن، الموقف التركي كما أشار السيد عمر كان موقف واضح منذ البداية، ولعله يكون الآن بعد هذه الانتخابات وهذا النجاح للشعب التركي في المشهد الديمقراطي يكون لها دور أقوى ربما. هل تتوقع ذلك، يعني أن تقوم بالفعل تركيا بعمل نوع من الوحدة مع بعض الدول التي ترفض هذه الصفقة وبالتالي محاولة إفشال تمرير هذه الصفقة؟ من دون شك عادة الدول وخاصة بعد أي انتخابات دائما هي تهتم دائما بالبيت الداخلي، تهتم بالأمور الداخلية. نعم هنا ملف الاقتصادي هو ملف صعب جدا بالنسبة للأتراك، ولكن سوف نلاحظ في الفترة القادمة هناك ملفات خارجية، الملف السوري، الملف العراقي، الملف الفلسطيني سوف يكون في مقدمة الأحداث، وخاصة أننا مقبلين على حدث مهم في فلسطين وهي صفقة القرن. أعتقد سوف تكون هناك تحركات، هناك زيارات، اتصالات مع كافة القيادات العربية والإسلامية، وخاصة لمنع تمرير هذه الصفقة. تمام. طيب فيما يتعلق سيد طه بموضوع العلاقة ببعض الدول العربية وكيف يمكن أن تؤثر هذه العلاقة التركية ببعض الدول العربية على المشهد الفلسطيني، أنت تعرف المشهد الفلسطيني مشهد معقد جدا، بعض الدول العربية لديها مصلحة في تمرير بعض الأمور يعني صفقة القرن أو غيره، وفي الضغط على الفلسطينيين على محمود عباس وعلى حركة حماس،
فهل تعتقد أن العلاقة التركية بهذه الدول يمكن أن يساهم في إفشال هذه الصفقة؟ من دون شك أعتقد أن الفوز الذي حققه أردوغان في الانتخابات الأخيرة هو سوف يغير الكثير وجهة نظري فيما يتعلق بالموجود على الساحة العربية والإقليمية، ولكن يجب أن نتذكر وأن نعي على هذه القضية أن الفلسطينيين هم أصحاب القضية وهم أصحاب الذين يغيرون اللعبة يلعبون فيها تماما. تركيا سوف يكون لها دور كبير، خاصة أنها كانت داعمة منذ فترة طويلة للقضية الفلسطينية، وشاهدنا هذا الدعم ليس فقط أقوالا وإنما كان أفعالا، وخاصة فيما يتعلق ب يعني المحافل الدولية والتصريحات في ما يتعلق هناك. تركيا لم تتحرك فقط، تحركت بكافة الوسائل في قطاع غزة في الضفة وفي دعمها للفلسطينيين. لا أريد أن أتحدث عن المساعدات، عن استقبال الجرحى، كل هذه يعني أمور هي تركيا قامت بها طيلة الفترة الماضية، ولكن من وجهة نظر أعتقد أن سوف يكون هناك دور كبير لأنقرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع قيادة أردوغان الجديدة في ظل النظام الرئاسي. أشكرك جزيلا أستاذ طه عودة أولو المختص بالشأن التركي، كنت معنا في هذه الفقرة، كما أشكر ضيفي من عمان الأستاذ عمر عياصرة الكاتب والمحلل السياسي. نلتقي بكم بعد فاصل قصير وبقية فقرات هذه الحلقة، فتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. الصهاينة المحتلون الغزاة جاءوا إلى كل بقعة طاهرة مباركة في أرضنا الفلسطينية المحتلة، وخاصة في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى المبارك، وحولوه أو أطلقوا عليه اسما يليق بعنصريتهم ويليق ب يعني تاريخهم المشوه، فجاءوا على حائط البراق الذي ربط فيها عليه الصلاة والسلام براقه عندما في رحلة الإسراء والمعراج، وأسموا هذا المكان بحائط المبكى، والصراع يدور قويا على هذا الحائط المبارك. وكذلك في كل بقعة أخرى من المسجد الأقصى المبارك يحاولون دائما أن يأتوا إلى أكثر الأماكن قداسة وإجلالا واحتراما بالنسبة للمسلمين في أصقاع العالم، ويطلقون عليه اسما آخر ويتعبدون لله بصلواتهم وبهز أجسامهم ورؤوسهم وبحشو هذا الجدار بالكثير من الأدعية والأوراق التي يقوم بعد ذلك عمال البلدية بكنسها ورميها في سلات القمامة أعزكم الله. فلذلك يعني نحن أمام كيان عنصري، كيان قائم على أساطير مشوهة ومنها الأسطورة الدينية. دعونا نتعرف على حائط البراق، وهو ميراث ديني إسلامي كبير بالنسبة للمسلمين في أصقاع العالم، وأحد أهم يعني الأماكن المقدسة في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى المبارك.
حائط البراق، وقف إسلامي أم أثر يهودي؟ يقع حائط البراق في الناحية الغربية للمسجد الأقصى بطول 50 متراً وارتفاع يقدر ب40 متراً، يعتبره المسلمون وقفاً إسلامياً لارتباطه بالإسراء والمعراج، وبجواره مسجد البراق وهو ملاصق للمسجد الأقصى. يسميه اليهود حائط المبكى لأن صلواتهم عنده تأخذ شكل البكاء والنواح، وذلك لاعتقادهم بتقصيرهم في حمايته واستعادته. ولم يتخذه اليهود مكاناً للعبادة إلا بعد صدور وعد بلفور المشؤوم عام 1917. تنبه الفلسطينيون لخطر اليهود على منطقة حائط البراق، فأطلقوا ثورة البراق التي استشهد فيها عشرات الفلسطينيين، أبرزهم فؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير، وقتل عدد كبير من الصهاينة. تجنبت الأمانة العامة للأمم المتحدة التعليق على بيان أصدرته اليونسكو عام 2015 يؤكد الهوية الإسلامية الصرفة للحائط. لو بقي اليهود يبكون أمامه ليل نهار لن يكون اسمه إلا حائط البراق. وما تزال هذه المدن الفلسطينية تحكي حكايتها تحت الاحتلال والعدوان، هذه المدن التي وقفت صامدة في وجه الغزاة وطردتهم بلا رجعة، ستطرد الصهاينة مرة أخرى بلا رجعة. هذه المدن تحمل أسماء الأنبياء، تحمل أسماء الشهداء، رائحتها رائحة الشهداء، وفيها كرامات الأبطال الصامدين الذين كما قلنا صنعوا معجزات وأمجاد في مواجهة العدوان والاحتلال. مرة أخرى تطلب فلسطين الحياة بينما يطلب لها الصهاينة الموت، ومرة أخرى تتحدث المدن الفلسطينية عن جمالها وحضارتها وتاريخها وبهائها. فلنتعرف على إحدى هذه المدن الرائعة، خليل الرحمن. مدينة الخليل. مدينة خليل الرحمن سميت بهذا الاسم نسبة لنبي الله إبراهيم عليه السلام والذي دفن فيها. في عهد صلاح الدين الأيوبي بنيت قبة المسجد الإبراهيمي والذي يعد أبرز معالم المدينة ويضم مقامات لأنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم، كما أنشئت تكية سيدنا إبراهيم لتقديم الطعام المجاني للعباد والزهاد والضيوف. ولا تزال هذه الخدمات تقدم منذ عهد صلاح الدين إلى يومنا هذا. البلدة القديمة في الخليل تعود معظم بيوتها إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ومنها حارة بني دار والقزازين والشيخ والأكراد وغيرها، وهي ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر حالياً. تشتهر الخليل بزراعة العنب، كما تزرع التين واللوز والمشمش، وتشتهر أيضاً بصناعة الخزف والخشب والزجاج الملون، وهذا جزء من تراث عمره مئات السنين في المدينة. ومن معالمها بركة السلطان ومتحف الخليل وكنيسة المسكوبية، وتسمى بكنيسة دير الإرسالية الروسية، وتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.
تقع مدينة الخليل على بعد 35 كيلومترا جنوب القدس، وكان لأهل الخليل علاقات خاصة دائما مع أهل القدس، حتى أن كثيرا منهم انتقل للعيش في المدينة المقدسة. شارك أبناء الخليل في جميع الثورات التي قامت ضد الانتداب البريطاني، وأهمها ثورة البراق عام 1929، وعلى إثرها أعدم ابن الخليل عطا الزير أوائل الثلاثينيات. استمرت الخليل تقارع الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني بعد احتلالها عام 67، حيث كانت الخليل المدينة الفلسطينية الوحيدة التي استوطن الصهاينة في قلبها، وليس فقط حولها، في واحدة من أبشع صور الاستيطان الإرهابي المسلح. وفي شهر رمضان عام 1994 قتل صهيوني حوالي 30 فلسطينيا من أهل الخليل داخل الحرم الإبراهيمي فيما عرف بمجزرة الحرم الإبراهيمي. بعدها قسم الاحتلال الصهيوني الحرم ومنع وبشكل متكرر إقامة الأذان فيه، ووضعت البوابات الإلكترونية على مداخله. تعيش الخليل تحت إرهاب الاحتلال ونير الاستيطان، لكنها تبقى أكبر مدن الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان، مقاومة تناضل من أجل الحرية والكرامة وصناعة الإنسان الفلسطيني المعتمد على نفسه اقتصادياً واجتماعياً، ولا يعرف اليأس ولا الخنوع. الشهد في عنب الخليل بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، التي نسأل الله لها السلامة في وجه العدوان، ونسأل الله التوفيق لأبنائها الصامدين في القدس المحتلة وفي الضفة وفي أراضين المحتلة عام 48 وفي غزة التي تمثل شوكة في حلق العدو الصهيوني، والتي نسأل الله أن ينصر أهلها المحاصرين على عدوهم وأن يقهر بهم هؤلاء الأعداء، أعداء الأمة والإنسانية والحضارة. في الختام تقبلوا أعطر تحياتنا من الفريق العامل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.